احنا حريصين ان المشروع يتم في محافظة البحيرة كمحافظة كبيرة. ده مشروع كبير جدا، هيبقى اول مشروع من نوعه في الشرق الاوسط. في شراكة بين المشروع بين مؤسسة الاهرام كاكبر مؤسسة صحفية في الشرق الاوسط مع الجانب الصيني، وده برضو في توجه كبير جدا مع من الدولة للتعاون مع الجانب الصيني، ان احنا بنشوف مدى جدية الجانب الصيني في مشروعاته، مشروعاته تكون منتجة، وبيبص لإنتاج كبير لا يغزو مصر، ليس يغزو مصر فقط ولكن يغزو العالم فقط، يعني العالم كله المحيط. احنا دولة رائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لابد يكون عندنا هذا المصنع. انا سعيد جدا ان هو يكون على ارض محافظة البحيرة، حريص جدا ان احنا نقدم كل التسهيلات اللازمة لإنشاء وتشغيل هذا المصنع بأقصى سرعة. أنا عندي وعد من الأستاذ الدكتور أحمد السيد النجار والجانب الصيني إنه خلال 6 شهور الجايين بعد استلام الأرض يبقى في حاجة على أرض الواقع. إحنا شغالين مع حضراتكم وإن شاء الله يبقى نشتغل بسرعة. طبعا المصنع مصنع كبير وهياخد سنوات لغاية ما يبدأ إنتاج كامل، لكن إحنا عايزين أول خطوات المصنع تبقى خطوات جادة بسرعة جدا، وده فرص عمل جديدة لشباب رشيد وإيدكو ومحافظة البحيرة، فرصة كبيرة جدا للتخلص من المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة. حقيقة يمكن جانب الصين لما زار المحافظة وشاف المكان وهو ماشي شاف نخيل وشاف أشجار وشاف غاب اللي بينمو على الترع، كل الحاجات دي هو شاف إنها مادة أساسية لإنتاج الورق، وإحنا سعداء بذلك، هنساعده جدا. احنا كمان عندنا مصنع لتدوير المخلفات في ايدكو. الحقيقة موضوع تدوير المخلفات ده من الموضوعات المهمة جدا.